البرنس امير سعود بينطلق، امير بيحاول يروح على الباسكت، امير اول 2 بوينتس لمين؟ لبطل هالبطوله الصمع، بيحاول على الباسكت دائما عند برنس، بياخذ الجام شوت على الميديوم رينج 10-0. كريس كروفورد بياخذ الجام شوت، اول 2 بوينتس لكريس كروفورد. دومينيك جونسون ما سجل اي نقطه، والرياضي عامل فارق السبعه 3 بوينتس، والرياضي قلت السبعه راح ياخذه على الاولها. الكينج عند دومينيك جونسون على الكورنر، لا راح اول ذا واي، سلم عند السمعه، بيحصل على الفاول وباسكت. ان نقاط بيسجلها نادي بيروت، اقل نقاط سجلها نادي الرياضي. واو واو واو، عراجي جاي اون فاير من كريس كروفورد وجون عاصي، هم تشكيله نادي بيروت. وجان بيضرب بالميديوم رينج، بيسجل الكابتن الرياضي 70-49. نتيجه كانت كبيره جدا، صبحوا لهم بس ب 49 نقطه. وهايك قال له شو عم تعمل لكرم؟ حاضر جان حاضر. برنس طلبها، السوفت تاتش عند دومينيك، اخذها الشوتينج جارد. لا 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 لا، لكن الرياضي مش مخلي حدا يتنفس بهالملعب. كوينسي بمر، كوينسي راح على السمعه، كوينسي بيسجل، برافو كوينسي. نقطه الرابعه كريس كروفورد ياخذ الجامب شوت اوف تريبل، صعب كثير. كريس برافو عليك كريس، نقطة الخامسة للكي. دومينيك جونسون هاي فرصتك، اللاعب رقم 13 فرصتك، كأنه عم بيسمعني، كأنه عم بيسمعني. سبعة ريباوند لعلي حيدر. كريس كروفورد بياخذ الجامب شوت اوف تريبل، بيسجل كريس كروفورد، بيسجل على الارك، بلف الكرة، دومينيك بيطبع على الكورنر، دومينيك جونسون على الارك، بيسجل ضد الزون ديفنس. 5 من 13 بالانسايد، نسبة 38%. برنس بيضرب على الارك، سعود طلع عيب يا ادم بهالجيم، عم بيعمل الريباوند لهالجيم اكثر شيء حاليا، 6 ريباوند. تمريره لوين؟ عند جان عبد النور، جان بياخذ الجامب شوت، جان ما بيسجل الريباوند، اوه بترجع ترجع جان عبد النور. بيروت كانه خلص كل شيء عنده بهالبطوله قبل الفاينل جيم، دي جي بيقول لهم جود نايت على بكير، بيسجل دومينيك جونسون. ايزي باسكت تسجل، وكوينسي دوبي بطريقه بيروت ترجع من جديد. على 3 نقاط بيضيع دائما عند العراجي، راح فيها عند السمعه، وحش طرف السله العربيه، الروعه روعه 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 روعه. سرعه عند دومينيك، يبدو رح يشوتها من هون، يبدو رح يشوتها من هون، لا بيقرب ياخذ الجامب شوت الرابعه. لا جونسون 5 من 6 على الارك، السمعه كيك ذا بول اوت، الكينج عراجي على الارك، الفاست بريك، دومينيك راح، عراجي طلبها، راحت عند الكابيتانو، جان بيضرب، جان ما بيفهم، الرياضي السادس، لكن السادس اصبح مضمون حاليا. جون عاصي على الارك، جون ببلش وما يتركه الا بعد الجيم، ما يودعه بعد الجيم، ممكن يسافر معه حتى على الطياره. عموما جان حاضر، جان الكاب 2 بوينتس لجان، 11 نقطه لجان عبد النور. علي بيسجل اخيرا، اول قلت نبض القلب عنده غير، اول داي اول نايت الرياضي، اول داي بيروت شاتو بنسب ممنوع يربح. وهنا دومينيك، نادي الرياضي حاليا سجل 18 نقطة بس بالفاست بريك، وعلي الاكس رياضي بيلعب بس للذكرى. احترم والسيد بديل حكيم مع رئيس مجلس الإدارة واللاعبين والمدربين أو حتى الإداريين، عملوا شغل راقي وراقي جدا، لكن غيب عن الباسكت، اترك الباسكت واسأل مين بطل بطولة دبي دوري لكرة السلة، أكيد الجواب هو واحد، هو النادي الرياضي. ما في شيء غريب، حتى لو بترجع بعد سنة سنتين والثلاثة، ماضي حاضر أكيد والمستقبل أكيد، كله رياضي بطل بطولة دبي الدولية لكرة السلة بنسختها 30 هنا.